السلام عليكم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسع نطاق صورة لأصغر رئيس بلدية في الجزائر فاز بالأغلبية في الانتخابات المحلية ببلدية شحان بولاية الطرف، وهنا ناشطون على موقع فيسبوك الشاب والمدعو برينيس علاء الدين والبالغ من العمر 27 سنة فقط، والذي يعد كأصغر رئيس بلدية في الجزائر ولأول مرة، كما أنه شاب طموح ومتحصل على شهادة عليا في القانون ماستر 2 قانون عقاري، ودعوة بضرورة وضع اليد في اليد من أجل تجسيد والنهوض بالقطاعات الحيوية ذات المنفعة العامة لسكان البلدية، كما دعوا له بالتوفيق والثبات في عمله إن شاء الله، ودعوا جميع رؤساء البلديات الفائزين الجدد في كامل التراب الوطنية بضرورة خدمة البلاد والعباد والنهوض بجميع القطاعات وتحريك عجلة التنمية وخاصة في مناطق الظلة.